مركز لا صاحب الله عنده كور وحطه جي استال يورو تاسو تجي شك شك أبو سمي حيوان يوقف القبضة هاي نيكو حلو يري هذا مدلح سنة وعلمته مدلح سنة بس كعيل هوا وعلنا لي مركز واحد داو ماشي شو ليكم بعد الصوبال يسكت جوا بلا حي حلو بنجري بالد البرسمان وبنجري ممكن يسكت عليه ولكن وحطه يوضع الهول مريض تجي مركز معي هذا يعني أسير أبو عفمتي بس كعيل مركا كلها هي قفك أستجع يا مركا قار الصواب إنه قفك مسكحيا وحن وصدو قبلي مركا قدنين كل جسم مي هل كي يكون يك بحذي ضد عن اسم تلك جارين ضد عن أنا ضير أه طبيلها أي دي بي هذا نكون ولا أن كوشة دريم كرتيد وإله يقدري قلبتي طبعاً ساعة عني وقلت جي أنا وح كسو قرطوع المبارز كسو أروريو يحل قبلي دمتة أنا وقلت جي هو يدو حلا قد عسيم وهاي قبلي هذا وين دمتة وح كوسو العلي نيسا يعني أنا صوبها أنا دمتة عني يا قبل يدو أجودي يدو دي ذي سأجودي هذا محلي كره ما هذا ليكر تعفيس مو دي سكري يعني هو هذا سيدي كله تحت هذه قبل اللي دوم إنه كنا ولا ناس مسكين هذا قام هذا كسبه بتدري مكرتا هذه اللي هو دي بلا وسوا كبرنا أو دي بلا وسوا بينا إن لاس ما كير إسبيشلي أو يعني مقفل بهلين يعني خوف كأين عادي لو كير جريو إن حتى عالم كويليه ندك بنت اللي بربلا مسكوا حجر هوسبيتال الصحة وعذر كل الوقوع قبلين وعنديق الوقوع بارينين أو واحد مقف أو وحصاب برتو أقان له وأكاديمية ما كده دعين كرتيد قاب قبيل أو حوصل منه لكن هدا أشيء تترادني وقاب كان قبيل كان مركان كدينه وحاول صورت كل إنه يسوي كده إنه قبيل وحكا قروح بدن حلك الأوريدين معناها مع هاي القف كأقانتي واللي هاي وأنا أكاديمي وحصاب برتي بفهم مركو حواي إن دب لوجو لابتم أهن وحي لكن وا دتك دباتوين كسو جارين وكله إن لسه ما يسايكولوجيكال سبب تاجر سايكولوجي جان مسكحين قف إنه سوى كبسطه وإلا بكر واحد عاي لجوج قد نلاش أصبنا معناها لجان قاده بشده وحلو جاري كلام ركوا حيا لا قار نحبر الشدة وأي جلنت دتك الإسلام لا نكران وده وده نولا كران إن دتك براروجين تصل سمي يا لو بهني بلشده إنه مكوب براروجين تهاي إن مسكح ذا دباتفر بدن دتك إن أي كقبان وعلى هذا سامين تأي جيستين أي قيب كتهاي عافيماتك مسكح هذا أو مكوب براروجين تهاي إن إجران علم بارستنا مركا فيريسو WHO سيدو دكتور كشاغي وحاشان تقف سيدي حفا وهالان لوا نوفيو يعني طبعاً قف نسديدا وهالان لوا فيو يعني دريم كرتا إنو هاي لستيه هاي إن فاتيما أهان وكرأي دوغن هاي داتك محايا لي مكاهد لي يودانك دولدا ومريه كروي سمين كران أما كان لين تود ويبوحين كران بيكوز دولدين واب إسك مشغول شقوينك أيه إس إيوحي يكون مقنطة هايبا الله أعلم لكن أنا هو كان دلان يرى أهان دلان يرى أهان إكزاكتلي كاسة ربا دولد وي مشغول سنتا هاي يا حاكا مهم سن قف عافمات كي سمسكات إلا سوع ليو هدي اللي يري طبان كي قف سيديد قف عافمات كودا وسن فرينين دولد دو دد عافمات قبتال ربا إنا إمام شو دورك يحوج يدوين مين أنا هين إنه إسكو جيسو تذكر سيد عافمات وهل الهايان إن ويت هاي يذا بحسو حتى ما أقولين ماشي الصح ذا أن كهيل لها وح أباه النا مرك إيميل كدري ويا بين وحدين أنا كهوش اسمه قبنا WFB وحكي شقيا إسا World Food Program وأستقدري أنا نأقولين لايكو حارب إن وح كأو جادو أريما جي بي فيجا أريما أنا هذا عن تاجنا هاي سكسول شيل سبورتيكا وح إي إنفايت جرين إن UNFPA أو دروا وح هلا يلح بلاد أو توبرة غير الله سيء أي كأساسيين حركة سائل مدك سيلو للاي الأرضية وحلو دلها وآل قبيل وآل بكرني كان واحد دلها دو عاف ما تقوى عنو أرضي ودك شقراء اللي جناه مدلين دو عاف ما تقوى نوع مركب حيوان استقام لك إنه عاف ما تقوى وأرجوس السمين لاي مركب قف عاف ما تقوى مركب ما حضرك سام حيلا يعني ماما حيلا يعني علو لبت قوته جاري إيه سارنت أنت لو واحد بذي أيضا لما تي علو جنوا يعني حيلا يعني حيلا يعني لبت ساري ليك حبذينا ما عاف ما تقوى دو عاف ما تقوى حيلا يعني مدلي الماما ناس قف كدرس ككم إذا عمرك وكل إنتي هو بيها وح إسكت هذا عسيم ويسي سدى أسيق قول إنت أدو قدي مو وذي وأسلي جوكتين يعني مسكحيا إني أد ونقطة إلا هذا وعيسى وحلا ذا ونوليا هاي وقرن إنسان ما والدوق يقول إنت بحشي جسين محاوي أنا والدي وجرجو بيها وقصود عاي سأنا قدي من الله هاي يعني سوقف كاس قول إنت إنا اسوي ديسو حنون مسكحي ذا طاس حنون كمسكحي ينسد طاس كعادتك وجود عا اللي باتوين كجيرك سو جارا اللي باتوين كمسكحة سو جارنا دم عن
وأذكتها يسدو قفك أقصو كبسدو دباتوين كمسكحة قارة داوع جيركا دوكسو قارة ودبوكسن كرتا لكن مسكحيا داوعكو قارة من بوكسن كرتين وحا جيرت دات عنو أهان إسبشري أهان أولاكو المي ندقمد الديني لأ عينو كشقية قارة هان قيب تجي بي فيغا عينو كلاكو المي dadii hore waxaan ka soo hadalnay maqnaashiyaha dib u heshiisiinta iyo dhibaatooyinka marka ay leedahay qaababka iyo xeeladaha lagu abuuri karo dib u heshiisiinta todobaadkan waxaan u fadhinaa sida colaadaha u saameeyeen caafimaadka maskaxeed iyo waliba bulshada waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa jaamacadda Hilaal oo tiimka dhalinyarada ah galabta halkan fadhida ay ka wada socdaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa baanalka oo inala joogan أستاذ صالح محمد علي أستاذ سلطان إيو أستاذ إسماعيل عبد علي قاف إيو عبد ولي نور ورسامي ومركا أقوينيها الندى ولن يرادوا وحبراتي إيبول شادة ريد كاة سيدة بنا عبد ولي ولا شقي وزارة دا عافمات كاة وحان كلا أمهد علينا يا ولن يرادان وجيه قرحان لأي قلبت هل كان وقتي قودة نلاقا دان دونتا وحان هيسانا أفرتان دقيقو دودة هل كان مرادالكا إيكسو بحض وحان ربنا إني falcelinta aad ka muujisan aragti hadii aad qabtaan comments iyo hadii su'aalo aad weydiinaysan teamka baananka ilo fadhiya dhamaantayda waad in soo dhaweyn doonaa soo dhawaada telefishinka shabeelle ayaa si doosa marka aad nooga daawanaysan aan ku bilaabo ustaad saalax ustaad sultana mikrofoon qaysta mudane colaadaha dalka uu ku soo jiray muddo dheer hal iyo laba maxaad is dhigi kartaa way sababeen caafimaad maskaxeed ahaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسؤول هذا وما سنتهاي رنتي ودن كنا صومالي ما كله ده على هذه فرح بدنا وصوماري وكم تاع الدجال هذه سكية ودن كصوماري وحياه فرح بدن وعافي ما درك ينتهي ولا قد حلا جرتة هكا أوجه رأسه إن حالا ده إسوب تو بركة وذكي مارتاي ودن كي كحان sidoo kale waxyaabaha oo dagaalada laga dhaxlo waxa kamida in dad badan familiyadoodii ay ku waayeen oo hooyaa wiilkeedii weesay aaba ma artay xaaskiisa waayay waxaan kala ka dhaxalnay oo wali dadka dad waxa jira la nool oo dismoral ah oo waayay dagaaladii caqabadihii ay kala kulmeen oo runtii famil wada noola hadii ugu yaraan familkii qaar kamid la waayay aaba dismoral hada nool oo jooga niyad jabsan oo niyad jabsan oo runtii oo ka walwalsana shalay oo wadkiisii familkiis uu ku waayay wadankeenii naftirkiisa wili ma arta xaaladii caqabadii ka muuqataayo wadanka xataa dismoral waayo waxa waa caqabadii maxsi loo fiiriyo meelaha qaar degmooyinka magaalada Muqdisho iyo gobolada oo qaman ka tagto waxa waa waxa arkay saameyntii dagaalada qaar ee reeben iyo systemkii ma kas jiray oo wili ka muuqato marka waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa kulli saas marka loo eego dhankaas caafimaadka oo famil ahaan ha noqoto wadanka guud ahaantiisa ha noqoto caqabadii wiil marka guri kasta saameenay ku yeelato waxa laga heli karaa dhacdo u gaar ah oo isaga qoyskaas ku dhacday ama xubnaha ka tirsan qoyskaas si fiican dhibaato ku dhacday oo colaadaha ay reebeen sidaasan u fahmay aad baad u mahadsantahay igu wareeji ustaad ustaad ismaaciil ustaad gaaf soo dhawo maxaad ku dareysaa hal iyo labo saameynta ay yeesheen colaadaha wariisara Cali Umar waxa ku salaamaya aadan u maasantahay xasuumadan diiran ee halkaan aad noogu fidisay ee booqashada jaacada Hilaal soo booqatay waxaan halkaan kale ugu mahadcelinayaa dhamaan kaamiramaanyada wadaadkan dhinaciiga fadhiya Dr. Abdulli iyo Mr. Salah dabcan mowduucan baaxadda weyn quseeya colaadaha iyo rabshada rabshada dhibaatada ay u keeneen qoysaska Soomaaliyeed annagoo ka abaareena dhanka caafimaadka waxay u keeneen waxyaalo kala duwan bulshada Soomaaliyeed sigaar bulshadii inay barakacdo dad badan inay ku naafuwaan qaar kood ay ku naafuwayeen qaar inay wadanka ka cararaan xitaa caruurti laftoodii in ma aragtay
أي نقدان كوحو قرعات بديدة أو بلشت لفتركو ده لبعض إي ماركتي إي أسو جيدان مركا وحيالا بلشت قصة وانا حكمي ده قيبتا منتل كعمل أما مسكح مسكح ده وحلي رادة سوشيال انكسايتي إن بلشت ولا ماركتي جوكتا إي ماركتي لكولونتو ديسبريشن كو زيادة نيجبكا إن وزيادة بلشدي إنا إلا نقطة واحد إلى هذا adaptation نظامات كان سجرين كا دجالة سكة عن كده حلنا وحين إنا نقدام وح عادي أمرك دتكي إنا يكجورا نحدينته أما قفكي إن ما ركت لبير الحصدان إنا يكجورا وحين إنا نقدام وح عادي أو بلشدو إنا لقبسته جوري والبو ما أنت مقدشو أما جودان سوماليا وحا كسامي سامين ماركتي او نيجاتيفا طبعا انت اصلا ماركتي واي مدن سودو اركتي ددك كا هوري اي بانالكا جوغا ما كا ديمان او ادق اد سليدهي سامين مسكحيد وي ريبن علاده ان ادي هذا ما سنتهي مركا ور سبحان ما دليني ان حكومه دليني علي عمر مركا هيغا ان كامير مهندا بانالكا ان سيدو كاله جامعه الهلال برامج كان هذه أذكى أقوي معه بدل نوقف تان هدي أنا وجود قالوا برامج كي أركتي ذي ده نهرتا وحوي سجاش يكودي لقصوا باللعبو إلا إلا حتى أن جونو هو ده كان بربرو كجري مرحلة ذاك الدول وصامري حل عن دولة الجرمبا حل ملاقى رأيك تلسو دولة يحل أي مجال ده بس قيام كم ذاك تلسو دولة الصومالي أو الأساسة يحل قاس بربر كذب مرك واحد دعي إن جيران اسمه مول درو قف قف مع موليس إيو نظام درو أياد دعي سياس أوجد إن لسلايو دتك قبائل سلايان نقاون دري وجيستي إيو دتك ما مالك لا أو لقى كانوا سيحن لوقف إيدست دلني يردي سو كأي سحل قاس هاد إن وحلا برو إن إسلايان إني إسبابيان وحسب تمرك أنت هسي دجال هذا هسي إن دتكي سببان نوحل رو مينتال هيلثي عف ما درو مسك مسكحات تقارا وحل دلي وارتكوت وحجوا أرض يعني عرور يرير أو أبهد يا لقيا يعني هو يد لما تبى يكون أنت دجال سكاي كل يدوي صوهرين قفك أنت هسي لقى مركب ودريم كرتا عنو جر أو هو يس أبيس بدجال سكاي أو كون أنتي الدري اللي سو دورك دم بس إيسنجرين وحد ريم كرتا إن مسكح يسو دعوة وين يسو جاريس قفكاس مركا وح لققبتو يعد قصة ما ينسى صبودنا مجرتو مركا نيو ما يلوك بدنا سامينتو يكد عدي ودن ككمدة بركع بربر داتكيو وهاوي مد هانتيا داد يو مد نفسا داد انتبا لكن وحي سببين انا داتكي اني انا سميان مسكح صاحب بدي شيء جنب وحن مانك كجوين عاد عادي وركوتال عاديات وما صنتها أنا كل أبتو دوان وحن أعلن دونا أرضا نلجوك تهول كسي أركتي ذو أي أموجيان بالشذي وحأدو يرى ذي حري رضو ذو هوس كلاجو أذي وابتي وحهد ما أركتي لوع ذيبا ما أركتي أركتيو أما أراهيو كل دوان وإسكسه رجيدا taaso lafteeda awoori kartaa mana in colaadahan soo jireen ka la dhixtaagnaado aragtideeda ma helin laakiin waxa la isku dayay sida ay muuqata dawladda federaalka iyo maaragtay international donorska ay isugu dayeen in maaragtay dadkaas badbaado iyo maaragtay in badbaadin loo sameeyo isku dayeen way isku day laakiin maxaa loo baahnaa inay helaan ay ahay dadkaas قف كان داوع جريت كما موقضو لكن حمنو كميدا اهل كيسي وايكو لابا وحا دعي كرتا ان دعادة او قوب جوك اها اما او تاقنا او حنون بادن او علو الدلاع اينو لكو المي مسكحان نسامين اي كور رايبتاي قف كي اسكو دردر سماي محاق اهيد قف كاس ان لو فيديو طبعا وحا فعنا لهيد ان معركتاي عدالدو سيتوسا قفكاس بوكانكا ولبي حتى داوي عيسى انا موقن انو هلو
waxa macquula idinkuna aad wada ogtiin qaar kamida dadkii dhibaatada soo jireenka geystay in maanta xilal ugu sare wadanka ay ka hayaan that's why marka urku taaladii wali ay u sii jirto marka waxay waxay tahay aragtidaad hadaan si waadax u sheegno dad kamida xubna kamida xubnihi dadkan calool xumada iyo caafimaad darada maskaxeed u geystay ya hadda la horkeenay oo madax u ama sidaas ba dabcan ha haye dabcan bedelkeeda maxay ahayd bedelkeeda waxay ahayd in ma aragtay wixii dawladda nidaamaan sharciyada kaga aadan in dadkaas ay ku qaado way ustaad abdulli dadka urku taalada iyo xanuunka colaadaha ay sameeyeen la dhibaatoonaya maxay u baahnaayeen in loo fidiyo maxaa ka maqnaa horta waa qabti aad dhacday dadku waa islaayeen waa kala aamin bixin bulshadii isla dariska ahay waxay u baahnaayeen marka dadkaasi waxa la dhaho mental health and psychological support ayaa jirta waxa la dhaho dadkaasi in macnaha psychology ahaan loo support gareeyo oo la taageero si ay uga soo kabsadaan urkotaalada iyo murugooyinkii ku dhacay wadamada qaar oo dunida waxaa ka dhacay sidaan oo kale way ka dhacaan oo dadku waslaayaan sida Rwanda oo kale aad iyo genocide ka dhacay malaayiin qof oo la iska laayay dadka waxay u soo laynayaan laba qabiilo waaweyn oo adiga qowmiyad camal Hutsi iyo Tutsi la kala dhaha dadkaasi markii ay ka soo kabanayeen oo dadka islaaynayeen waa la isqalbi xaaray qofka marka waxa waay in dib loogu laabto ma ahan wixii laakiin waa dadka dhibaatooyinka soo gaareen oo kale in loo sameeyo psychological support taageero oo psychological maskaxiyan qofka inuu soo kabsado oo ilaabi karo wixii dhacay laga gudbo nolosha cusubna macnaha la jaan qaado bulshadu waxa lagu gaari karaa marka waxyaalaha qaar waxbarashada wacyiga gelinta dadku isla noolaan karaan ay wada noolaan karaan in dadkii baraarujinta la sameeyay ayaa loo baahan yahay waxyaalaha marka qasab ay tahay in la sameeyo si dadku ugu soo kabsadaan wixii hore oo maskaxdooda soo gaaray kula muuqanaysaa miyiga iyo magaalada in ay ku kala badan yihiin dhibaatada maskaxeed dadka colaadaha ay ka soo gaareen muslimo maasan tahay niyaha miyi iyo magaalo kulli meel kastoo dagaal ka dhacay saameynteeda leedahay horta ama miyi ha noqoto ama magaalo ha noqoto markii la dhaho kala badnaasho horta miyiga colaadaha waxay kaga duwan yihiin markii loo fiiriyo magaalka colaadda ka dhacdo ogaal oo colaad oo qabiileysan waa boqolkii waa aad ugu yartahay macnaha laakiin miyiga marka la dhaho dad farabadana oo dego qabiilo farabadana degaan colaadahooda ayaga dhankaasi inta badan oo la halmaashaayo qabaailka isku layaan isku laayaan marka sidaad mar dhaxo aan maqlayna ama hadda waxyaabaha wadanka kulli dhanka oo ka socdo marka si loo fiiriyo colaadaha oo qabiilka oo qabaailka saameynta ay ku yeelan karto oo magaalka ee kaga duwantahay waxaa ka mid ah in qofkan lagu dilo ama waxyaabo odiga hub ah oo ka duwan anana qori aanayn macnaha tusaale qofkan in min dilo adeegsado kale qofkan in misaar lagu dilo kale mararka qaar waa dhacdo dad waxaa ka soo dilo arkay marka waxaas leeyahay saameyn ahaan ayaga kaliya wacyigelin u baahan yihiin haddii even la sameyn lahaa qolo wacyigelineed oo loogu talagalay in miyiga ileen dadka sagaala waa dad qabaailo soomaali oo muslimiin waa isyaqaana hadana isyaqaano hal meel ku soo koro ilmihi waa isweydii yaqaan waxa hadii uu jiraan wacyi gelin loo sameyn lahaa anaga wadamadeena wadankeena soomaaliya caqabad ugu badanays waxay tahay wax kasto dhaco in la bush gareeyo wacyi gelin laga sameeyo aad igu culusa laakiin la bomboniyo saasi wax u dhaceen kana la yeelay kana la dilay waa dhacday inta badan yee ahayd marka inay wacyigelinta sameeyaan oo dhexda u xirtaan oo dhibaatada ay gaartay qofkii la dilay god la geliyay waxa la yiraahdaa ilaahay uu naxariisto laakiin kii maskaxda caafimaad uu ka soo gaaray ee dhacdo urku taala arkay inta la qabtay waa waalan yahay la yiri ee geeda lagu xirxiray yee ahayd in wacyigelin uu u sameeyo oo geedka inta ku furo sida macallinka uu sheegay Dr. Abdulliba dhaqitaan maskaxeed iyo wacyigelin maskaxeed inay sameeyaan doorkaasi u ahaa inay qaataan soo ma soo taa laba mid in loo abaaray ahayd horta anaga hadda wadankan dawladdu leeyahay dawladda iska jirtay laakiin de waa dawladda mashquulkeeda badan waxa waa kala mashquulsan yahay qof kasta waa qoomin soo qorto ugu jiro
مكلا فيميل مركو قف حنوصان قف كس قف كيس أودو أو عصام عليه حتى لا مكتب بكتب بني بربنا ولا سكون نعه قف كس كس تودي وحدي سنيا سكس عقد أدري ما مركي الله مر ألو رددو أذيجي مارتاي فيميل كو كود بقى وحصو تقال إن حاجة عقبات أز بالضرو قف كان وكود داشي سبح كيشة مركو قف كاس حتى حرم أما عقبات مسكحيا أما دباتم مسكحيا سو قرتو كله وحقات قرح بدنات أما وناك سنات أرتا إن وعيجين لا سمعي وعيجين تا سؤال قف كدي أديك أسكيستي قف كان وكو واشي وكو حنون صدي استرسو كدو جورو كوكو حيرين يا ميل أوسن أن الأوجين عقبات ده ستة وحنسلي هاي فيميل كابا مركز مسؤول كا لكن قف مركي واحد للراديو الله صاوى الله ميل لك يلا بال مسبتال لجي أمريكا لجي مركز كدب وحوا وحي تلاوى ما انكرتا لكن قف كان قف كمركو مجالج وح معقول إن الله أردن لكن مركو ميجو وح صورت قاله إنه سقف دوس كسارين بصرني قف كم سقف ما ضايا سان واي كم واي وأنا صورت قاله هذا دانا قال دنين ننسى حافظ ده كم دوريش كم ده دكار وحسمي إن قف حنونسن وصاوى ذي مل عفمات جي معنى للتعالد فربان اسمي هي رد قف كي أمر إنه عف ما ضو في ميكس دقيقس وكبير معناها ماكو حكت لي أنت هاي أنك هذا أقان تناك الله فيه ده أكاديمي موضة قف ما ماكو قف واحد برتية أقوية هي وكقد مية قف ككلام معناها ماكو وعي جلين تري ميج وحواي تاسو كلا صوا واي أستاذ سلطان ماكو وصل نقرية أنسية دكتور عبد ولي أستاذ واحد يراه المجال هذا ده فربان واحد جرا سامين مسكحيد علاضها يكون ريبين لكن أنا لا دريمين إصلاح هذا الفرق بدن عجرا مقناشة مسكحيد فرق بدن عجرا وعي قلنتي لابا هنا يطيطان كينا دتكاس إني سنهلين لابا نسكو كي راعي دعدوين كنوع عاسو كلا مقالوين كإن يكون بدين هين إيو مدى اللبات أو أه هل يلابو دعدوين وحاقات لكو لانتو أد مقشي أو أه سامين تعلاضها زداد أي مسكحيدا حنون أي كون ريبين أهلا مسنت هاي وري علي عمر وكهجم هاد قالينا سؤال شهادة قيم هذا بعدا نهرت مجال ده إيو حقيقة مركز الجال إيو ميجا سامنتو هيكو بعدا هاي ميجا كو بعدا سوت أنسى سؤال إنه هو بعدا نادتك هو مجاله وينك جوجان وحبر شد أذان أنتوا ده بعدا دتك أو نرد ده إيه دلني رد الساق ده معهني وحبر شد يكون مشغول سين قفكي وهو وعيجا مجال ده إيو وعي ميجا badana waxa badan wayiga soo gaari ogtay magaaladii soo gaari horto wayigu een waxa jirta marka dad fara badan oo u dhibaatoobay een dadkii marka dhaqankii hore aan ku dhaqmi jirnay Soomaalida markii la dhaho markii dagaal dagaalan ma iskuul ay jirin sida hadda la isku dilo ad waxa arkaysa hooyo la dilayo dadka waayelka la dilayo een arur la dilayo la duuxay ama la gooraayo wixii waa isbeddel ku dhaab wax laga murgoodo waa xilliga hore dadka isdili jiray oo miiga dagaaladu markay dhac jireen isku dili jiray dadka een ragay u badnaa jeen bas oo dadka waawinka ah een laakiin dadka aruurta iyo dadka marasta isku dhaa iyo haweenka iyo waayeelka iyo intaas dhibaato ma gaari jirin hadda marka dana shisheeyo banaanka imaadmayaan la sameeyay ma aqaan een bulshadii ay goodiya si yaraatay meelo badan ayaa saameyntu ka imaatay in bulshadii dhamaayba waxay nool bal dilay qofkan ma si uu yahay lama fiirinaayo arur iyo waayel iyo looma fiirin een kii aad aragtid macalin dugsi quraan ardaydiisi waa meel qar wax ka dhacday in hata lagu laayo inta oo baadiyaha lagu tago dadka lagu laayo marka niyo arintii isbeddel badan oo muruga badan ay ka imaatay marka arimaan noocaasi een way jiraan isbitaalo had magaalada marka la fiirsho miyiga dabcan ma gaarsiisano mana arkin een laakiin magaalada isbitaal jira isbitaal habeeb oo kale oo arintaas dhimirka bis ku saabsan ba qof bukaan dhimir bis oo qabila ma aan qof jiraaxa aad iyo dhaawac loo jeeday ka muuqda mal qabiliyo taas marka waxa sababaysa in dadkii qofka la wacyi gelsho dadku kala heer heer qof oo maskaxdi heer marayso ba ay qoos taagan yahay qofkaasi in la xirxiro qof u baahan kaliya in niyada loo dhiso waxa way ay gelin yar la siiyo la kacsho oo bulshadiisa u dhexgalo qof beere ka joogta dadka mana dhibaato soo gaartay marka waxay u baahan tahay wacyi gelintaas halka isbitaalo kale bulshada inta la eego Soomaalida ma qaabil kari dhamaantood marka waxay u baahan yahay in dadkaas la badiyo noocaas isbitaalada noocaas oo dhimirka dadka awareness ka iyo wacyi gelinta siiyaan bulshada in la badiyo sidii wax xusuusta
ما مقشى ولا ليه وحبر الشدة ده تكفرت مركل برا سومالي كوكر ها برا ما برا سيدا سوي أبو بانتا يقف كي إن لو عاوي مي جدا لقي مي كست لقي أو ده تكيل عاوي ما سنتع أستاذ إسماعيل دور كيني براياش جامعة ذها إيه أقويها نذها إذن كم قادتين مسوات كجابسين وآه إن وعيقلين تخيبات كقادتها ما دام ضلك سوق فش أو كجرو حلو بهاي هاي مجتمع لنا عوال باب غيب إنه كقاته مركا جامعة ذيه يو أقويها النمذي دور كيني مقادتين وعيقلين تي حتى إنها ميق قارتان تولوين كمقالة ولو أد قارتان او ددك لو وعي قليه او بنانك الله صوبخيه او دباتدي لا اسكا ميرو مسواد غابسين ولي اوري علي عمر هذا ما سنتهي مركله اي مركله طبعا ستو سدان سؤاشو ابارو عن معركتي و وابروي نعنا زمان ولو لو باهنا ان معلمين تجاهدا ولو اني سميان وحليرادو اوانس اما ديكيتا اي سميان نظام كما ابارن لكن انان اسمير دونو طبعا دور كيني كالنتين عن كعيار دون ورجيننا لكن هذا ما دام لا غابيه تاس بدل كيدا اردد لفتركود وحبرشده سو دونتا لاس فربدنا حنوندا سلان دول او كو قارا والدين تودسي حنون فربدنا كواي هرتود لو ديلي ولا له دا هرتود لو غوراي دباتدي فربد فرها بدنيت اي دلك دعدي اي قيب كا اهيد مركا ارغتيداد waxay tahay gaabiski hore marka laga soo gudbo in hada bulshada rayidka jaamacadaha oo maanta aan joogno jaamacadda hilaal ay ugu horeys in dhaxda loo xirto laga bilaabo ardada wax barashada soo doonaneysa in si hoos xugtooda loo galo dhibaatooyada haysata la ogaado la wacyi geliyo kadibna banaanka loo baxo qofka naftiisa wacyi gelinta loo sameeyo isagoo qayb ka ah xaaladda wacyi gelinta banaanka ee dabcan jaacadu way sameeyseyba gudaha ardaydu inay si hoos ah si gaar ah si guudba ay u wareysato oo baahidaas gaarka ah qabto wulu nidaam aan la dareemi karin ay taas sababtoo ah qofka bukaanka ah dhiig baxaya ama maaragtay dhaawac ka muuqdo wala tacaali kartaa laakiin waxa aad u adag qof maaragtay aragtidiisa ama waxyaalaha gaarka ah ma dhaawiciisa qarsoon ilaa la tacaalo yaacadu inta badan ardayda si gaar ah ugu fadhiisata ee arimaasna waa ka wareysata nidaamkaasna jaacadaha kala mid nahay waana muhiim waana sameeyney dabcan tan banaanka aan rajaynaynaa inaan maaragtay aan baxno way waad mahadsan tahay jaamacadda hilaalna way ku mahadsan tahay duurkaas ay qaadatay ustaad sultaan aan u celiyo su'aashan markaan ka soo laabto dhalinyaradan qiimaha badan ayaan rabaa aragtidooda iyo commentiskooda su'aalahoodaba in aan siiyo dooda maanta halkan ka dhacaysa oo ku saabsan saameynta maskaxeed ee caafimaad ay reebeen colaadihii markaa ee kala duwanaa ee dalka markaa uu soo galay wili telefishinka shabeelle ayaa daawanaysan barnaamijka dooda danta dalka ayaad la socotaan mudane ustaad sultaan xaaladaha doorkii loo baahnaa dawladda doorkii loo baahnaa bulshada rayidka doorkii loo baahnaa aqoonyahannadii doorkii loo baahnaa macallimiintii waxa la leeyahay waxa ka dhiman goobaha colaadaha ay ka dhaceen waxa loo diraa isbitaalo dadka dhaawacan iyo dadka dhintay in ambalaas lagu soo qaado dad dib u heshiisiin sameeyay ee beelaha isdagaalay amaba dirtu ay dhaxmartay inay heshiisiyaan laakiin ma dhacdo dad psychological xaaladda halka joogta u abaara oo xaaladda nooca u dajiya ma kula muuqanaysa inay haboonaan lahayd in goobaha colaadaha ay ka dhacaan qaybta maqan lagu daro ustaad cali umar ma san tahay iyo waa fikrad fiican waaye haddii la heli karo maxaa yeelay anaga waddankeena soomaaliya marka loo fiiriyo xaalad kastuu soo maro haddii sida dhabta loogu daba tegi lahaa heerka maanta aan tahay lamaana soo gaari lahayn mid xigto haddii la sameeyo meel colaad ka dhacday caafimaad la geeyey oo dhaqameed loo diray familiyadii la heshiisiyey caqabadihii marka jira maarta la hakiyey inta badan halka ay soo laabataan waxaa suurtagala hal sano ama wax ka yar in colaad ee maqnaato haddii beri gelinkan laga soo sheego la colaad halkaas laga joojiyo isku fahmay odayaashii isla fariisteen oo waa la heshiisiyey marka loo dan dhinaca kale marka loo fiir magaalada ama soomaaliya maarta dhinaceeda kale waxaa suurtagala in la soo helo
بلاد لك الله ده قال تمايو كونه ده قال تمايو وح آنن إيزا مكسر الله في رأو دلو ماكو يقروح بدنا لهيد وعيقري إن الله سمعه وليبا حكتا عنكو دره مودانا بريهان دنبه تولوين كي إديغان ندا قبل الله دل كي نقار ده قال لدي علاد بلاد يدي دي بي أصول الله بتاين هذي هاد واحد دواء واحد أبان تاين هاي يلي نادا ننكان قلمي وحيوبنا لغشي غاي ننكان سوية الله سيدو كالي marka ee shabeello waa soo mudafra badan isku haysta sif aad iyo aad marka horta een dawladdeena waa dadaali laakiin de si kasto dawlad ay u dadaaliso dadaal ay u wado waxa way waa markii adiga wax oo family markay noqoto sida lagu xaliyo aad iyo culaysan awoodna looma target garan karo waxa leeyo dawlad awood aad ay adeegsatay dhanka wacyigelinta sida caafimaadka loo sameeyo kale oo xaaladaha hadda jira loo dhex galo kale hadii qaab oo maarta wacyigelin loo sameeyeen aad ay qurux badan lahayd laakiin dacwada wadanka jirma ka loo fiiriyo waxa way waa arimo bulsho iyo arimo maarta dhanyaro iyo arimo dhaqaalaba iyo systemka kale wadanka jirma ka loo fiiriyo waxa asli ah ayda kalifiiso in la sameeyo waa in wacyigelin loo sameeyo laakiin waa qurux badan lahayd in wacyigelin la sameeyo waa qurux badan lahayd in loo cadeeyo waxay isku haysa inay saxba jiray waxa ka ma jiray inay taana maxay yelee markii runta la abaaro la fiiriyo lana weydii waxa isku haystaan odayga dilay wiilka kale oo deriska ma yaqaan sababta uu dilay marka wacyigelinta sadii la sameyn laha ama la sameeyo ama lagu dadaalo wax leena waxyaabo fara badan soo bixi laha way un wacyigelin kaliina ma ahan xataa waxa ku sidar laha in dhanka aqoonta loo fiiriyo maxay yelee meesha marka la geeyo dugsiga way ku yaaliin oo dugsiga quraan waa la bartaa oo diinta waa bartaa laakiin de diin ee maad ma kala suuq daro naftirkeed oo waxbarashada oo maadiga waxay gelinta ka mid tahay qofkan waxaad aaminsan tahay marka wax la baro lagu la toojihiyo aqoonta inaa uu ka qaato ficil uu sameyn lahay aqoonta ka reebaysa waa sidaas miya qasab waa maxaa yeelay hadda anaga dooda wadna iyo ka soo qayb galaasha barnaamijka markii la fiiriyo ama la sameeyo la dhaho xaalad nooc aan saajirtay ama xataa qaab qabaldi loo aado hadda qof adiga ama dhanyar kamid ama qof mid oo wax soo barto aqoon leh oo akadeemiga ma ka dhaadhicin kartid qaab qabiil aan wax u sameyno laakiin haddaa u sheegto tiradaniyo qaabkan qabiilka markaan ka deyno waxaa suurtagal inuu isagu ku dhaniyo qabiil waxa ka qurux badan halka la u raadin macnaha maxay qofki aqoonti uu leeyahay waa nin akadeem wax soo bartay waa macnaha qofka waxa aaminsan hadii la sameeyo loona sameeyo in aqoon la siiyo waxbarasho heer sare la siiyo cilmiga diiniga maada qof markuu isla kaashado wuxuu awood u yeelanayaa in qabiil uusan soo taagad garen waayahay waad maansan tahay waxaan u celinayaa mikrofoonkan aan jeclaan lahaa in lagu wareejiyo dhalinyarada goobjooga ah ee dooda galabta nagala qayb qaadanaya dhacdooyinkii kala duwanaa ee dalka ka soo dhacay colaadihii saameynta xun ay yeesheen magaalada muqdisho kali ah qoysas fara badan oo habeenkii si nabdoon ku seexday yaa inta madficii ku dhacay 8 qof iyo 7 qof iyo 6 qof qoyska ka mid ah hal mar wada laayay dhacdooyinka xanuunka badan waxaa la yiri waxa ugu dambeysay dhacdada hadda taagan oo ah xalay laga soo sheegay degmo ka mid ah magaalada muqdisho oo la yiri gabadha gurigii hooyadeed joogtay oo qolkii jiifka loo diray inay seexato hal saac kadibna waxaa loo tagay gabadhii oo meyd ah oo la ceejiyey madaxeedana burbursan yahay dhiiggii banaanka soo baxay dareenka hooyada ay dareemi karto iyo maskaxiyan caafimaadka ay markaa qabi karto ayaa qayb ka ah dhacdooyinka taagan bal dhalinyaradan noogu celiya oo 30 daqiiqan hortiina ku doodeynay maxaa idiin soo baxay maxaa commentis ama maxaa su'aalah soo dhawaada qofka ugu horeeya mikrofoonka igu sii waxaad inoo sheegtaa wixii aragti iyo wixii commentis ah magacaygu waa axmed maxamed ibraahim waxaan rabaa ustaadintiina weydiiyey hal su'aal su'aasha soo ah haddii mataqaanaa dagaal beeleedyada iyo dadka dhimirkala ay mataqa waxbarashadu macnaha dadka waxbaana waxa 91 iyo ilaa maanta 24 aan joogno waxbarashada dalka asaasiga way socotay dalkii dadkii wax bartay kay aaday ma dadku wacdiyaan oo wacyigeliyaan dadka dhimirkala ma mataqaanaa may daaweeyaan weli waxaad daawanaysaan dooda shabeelle oo aan kaga hadlayno saameynta caafimaad ee maskaxeed oo ay reebeen colaadihii dalka muddada dheer ka jiray mudane soo dhawow magacaaga noogu bilow su'aal iyo comments waxaad qabto soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga maxamed cabdi axmed hal su'aal aan qabaa oo ah generation mental death ka qabaa
هدي أو عاونات سبورت لو فيديو أو أه إن إن واحد برشة عفمال لسيه ملاقيها وإنا كسر كبسين منتل بيث كاس لأن يردي عفمات كمسك هذا اللي بعتذر على هذه كسر جاري هدي وعجلين نص ما إنا كسر كبسين ملاقيها بقى ها هاي هاي وأنا كسر على بندو إن هدي قف كلا عن لهلين إيسي دكتور كإيسي ومركا عن عن أركتيدي سسينو مدن صدم دقيقان هرتا عن دود قبناي أدبان أقولنا هاي إن كهر لعذ أي دودة. واحد وعيقلين أما أركتي أدنى جسيسا سامنتا على هذا أي كل ربين عافمات مسك هذا أهان هدي النص وكبت. وما صنت هاي وسامنتا على هذا أي كل ربين مسك هذا دتك وبلارنت هاي واحد سو كل كنا هذا بحيث يعني ما لك هذا هاي لو كحصلوا تصالة نحيه ذي بلشدة وحي يلا ليس سامان محيه ذي يعني قفكي إنه كو مسكحيا محيه ذي يعني mentally problem إنه قفكي كده أو سلاح الله هدو رجعي هدو دمر يهيبا especially والدينت وكو يلا يا محيه لي قويس كان والدقيني هاي قابو أنه ليه على عدد مركي مركي جارتو وحب اسبدلها اسبدل كو امال يعني حبكي نولوشودي اكزامبل هدي مركي والدك نولوشكر هادين اي ميل سبيسيفيك او ميل هبل اه ميش علاقه دعاد بركو حي مارس ان لقها هدي لقها مركا وحالتها ميل عصب قوب عصب قوب عصب بركو حصور قال مركا دتك اني بركاس قويس كاس او كتيرسناي ان نورمال ميتكي انو كتيرسناي وسو شقيناي مركا ميش عصبت لأنه ما ميت كذي وح إيمانه مرك والدك ومرك أبيه إصلاح له وح حكروا إيمانه سا ما مدي أيضا أو قويس كحليني سي ومحي هذا يعني أرمها جودها قابل سنة أيضا إن محي هذا يعني وحي باهيه جوره وأضي دبول جري ما دام مال عصب لي ميت على عدد كسامي سي لصوق حي لصوب ركعي وسل جوده لو صوب ركعي أما دبود لو بركع وبلانك لو بحو محيط يعني إن باهي للدول جل نب بلاك وصل العال. إيه صفرتان. إيه صفرتان. مركو حي ماله مركز إصلاح هذا أضيق وقار إصلاح هذا محيط يعني ما مدي وقار إصلاح هذا الشو وحاكلوا كوسا هري المها لفرك وحي حني قيب كتها سامنتا يكوي هالنساء قيب محي المها المه إلى عيال جرين. إيه وحاكل الجي علات علاتك الجينس سال عنو حافظوا لها إسكول ودينا أي عيال حافظوا لها صاحبوا لها مركو حي ماله محيط يعني ويك اللوما يعني. كان المثال كنا محيط يعني وحد بيئة عصوبة قلايا عنوجي محيط يعني environment عصوبة قلايا بيئة عصوبة مركب محيط عنوج لفك السامي وكويه الناس مركب لقب سي أباه الناس مركب وهاي حافظ سؤال جي قاني ديان كسؤال جي سوي قاني نلاش ديان كسوي قاني عنوجي إله بلا لها إله بلا لشيء محيط يعني غيرها بل محيط يعني ديان محيط مركب مركب ورك السامي توي بدن الناس مركب لكن كوه محاول first priority وحواي السامي وو رئيس وكويه الناس وحواي ولكن نلاش وحواي waxay sameeyeen walaal walba waxay sameeyaa nolosha bulshada qoyskii sameeyaa ku qoyskii kadib waxay u gudbaysaa marka baxayda yani bulshadii bulshada banaanka u soo baxaysa banaanka u soo baxaysa mudane aad baad u mahadsantahay waa kugu soo noqon doona waxay ino farxada ee doktore Safadim Ismaaciil inaan ugu soo biirtay qaybta dambe ee doodeena doktore waxaan ka hadlaynay mowduucan hore aad u haysatay oo asaameynta maskaxda ay reebeen colaadihii sokeeye ee dalka marka ka qaxay su'aashi لأن يرد كتير ماذا أن كوب بالله بيقف كان سيسايكولوجي هنا لو عيقلي مركو هرنا وحي وقبي عاف ماذا مسك هذا اللي بعتذر على هذه أي سامي أن أيها كرة بي دب وصو كمان كراء عاف ماذا كيسي دب مؤهل الدونة إن أدم سنت هاي إن حريرية برامج كا يو مرتد برامج كا سيدو كلا أرضي دام لأن يرد كسوق قبل شيء برامج كا تفيق شبل سيدو كلا أدم سنت هاي تفيق هذا كلا أنا مقعد وفاة إسماعيل محمد وحكم إذا هاي أرضي إذا كبح ذي جامعة دهلي الUNIVERSITY أنت هنك دي بدي عن جذا قالوا سؤال أن قفك مسكحيا وحيابه أجاره أن سيدا هذا ذلك كذا عذي على هذه سكي وحيابه هذا كذا عين كستو أنا ك أن لا يرضي أما قوتك إن حلقي سياد بركدي بشتئ عن هاي وهذا أنت بظن حوجا عينو أجين إن dagaaladii sukeeyeen aan qayb ka nahay maskaxiyan ay saameen u geysatay qofka uu kasoo kaban kara hadii uu helo noloshii saxda ah oo u baahnaa
qofka markuu inta ka barakacay oo meel tagay wuxuu la qabsaday miyigii, wuxuu la qabsaday habdhaqankii xagga yani environment change, inkastoo maskaxda u fiican tahay oo qofka haddii uu barbaleem ku dhaco uu leeyahay positionka ka bedel position kala tag, haddana positionka tagaysid hadduusan qofka ku qanacsaneyn inuu yacni ku noolaado. Laakiin hadda tusaale guryaha ku noolnoo kale hooyo aabe alla noolnahay, haddii aadana ku qanacsan tahay waad joogi kartaa, haddaadan ku qanacsaneyn waxay isku dayeysaa inaad baxdo, haddaadan bixinna oo aad dhahdo meeshaan ku qanacsaneyn baad joogaysaa, waa dareemi karnaa maskaxda cadaadisaa koreeyo, istraysaa kusoo galay, waa isla hadlaysaa. Maanta dhan dadka waxay ku leeyihin maxaa kaa maqan, maxaa kaa halaysan, like qanaaca ma ku qabtid maskaxiyan ahaan. Dhibaatooyinka jirka soo gaara iyo dhibaatooyinka maskaxda soo gaarana dabcan way adag tahay siduu qofka ugu soo kabsado dhibaatooyinka maskaxda gaara. Dhaawaca jirka haduu kusoo gaaro waad bogsan kartaa, laakiin maskaxiyan dhaawaca ku gaara ma bogsan kartid. Waxaa jira dad anigu ahaan especially aan ula kulmay degmada Daynile aynu ka shaqeeyo, gaar ahaan qaybta GBV-ga aynu kala kulmay, yacni waxaa saameyn u geystay qarax dhacay qof agteeda ku dhinta, ilaa ay hadda ma ka dhaadhicin kartid yacni waxyaabo qaar haddaad u sheegtid waxay ku noqotay stress, iyadoo kula fadhisa iskala hadlaysa, yacni dhibaatooyinka u geysta waa lagama soo kabsan karo maskaxiyan. Haddana ma ugu sii darnaato colaadaha dhalinyarada ku dhalanay, waayo waxay dhibaato u geystay dhanka waxbarashadeena, waxaa habsa gashay waxbarashadii aan gudnay oo inay kala guuritaan nagu dhacay anakanan maxaaday. Haddana maskaxiyan dad aada barbaleem u haysta, dad meesha joogni meesh kale ka maqan aan noqonay, dad kisooyinka qofka in depressionka uu ka soo kabto aad iyo aad waa u adag tahay. Weliba qofkaas wuxuu u baahan yahay haddii la dhaho dib loogu soo kabada oo diba loogu sameyna in loo sameeyo care especially ah, oo yacni qof walba helaynin, yacni qofka in caadi loo care gareeyo. Xataa caalamka way leeyihiin dadka mentally problem iska, waxaa jira hospitaalo si sax ah oo aan cudur kale lagu qabanin, oo aan dhiig lagu baareynin, oo wax keliya waxaa jooga dhaqaatiir psychology ah. Like Soomaaliya waa ku yarnahay dhaqaatiir psychology, hadda da'idino psychology barana waa ila yaabaysa, ayaa daaweyneysa intay ka bixaysa intay aadisa adaa problem ku haystaba adaa ku daaweyna, because adoo sababa maraayo qarax kugu dhacay, qarax shoo ka qaada gurigaad la tagta meeshaad ku dhacday beri subaxad kasoo kacday aqoo muslimi qofna ma dareemi kartaa. Maasan tahay doctor Fadima Said Cabdulle oo soo laaban doona iigu celi mudane keligii duul mudane dhibaatadaas maskaxda ay reebeen oo isku raacay qaybo ka mid a horena waa uga doodda ee haddii aan adiga ku siiyo bulshadeena ma ku baraarugsan tahay in maskaxda dhibaato fara badan dadkeena ay ka qabaan oo colaadaha saameynta ay geysteen ay qayb ka tahay caafimaadka maskaxda oo ma ku baraarugsannaa inay jiraan? Maya, dabcan kuma baraarugsana dadkanaga, maxaa yeelay qofka hadduu xanuunkiisa ogyahay waxaa la heli karaa, maxay ahay xalkaa la heli karaa, oo cudurkaa la helay waxaa la helaya daawadee la helaya. Waxaa waaye dadka Soomaalida maxay ahay yacni 90% maxay ahay yacni 90% waxaa waaye waa hawshan oo mental problemka wuu haystaa, xanuunkan maskaxiyanta ah waysta. Haddana maxayda yani qof lagu karaa haddana ma lahan sida doctorasa hadda sheegtay in maxayda yani tagaan u tagaan psychological doctor, macnaha yani dhaqtar ku takhasusay maskaxda, yani maskaxda bini'aadamka ku takhasusay inay u tagaan way adag tahay. Maxayda yani even iska daa xanuunka hataa maskaxiyana maxayda yani Soomaalida hataa uma badna xanuunka caadiga hataa inay isbitaal u aadaan, inay medical check up sameeyaan hataa Soomaalida uma badna, inuu xanuun soo rito karin oo adag ay aadaan, inuu soo rito xanuunkaas unbay horta qofka Soomaaliga uu isbitaal ku tagaa. Laakiin maxayda yani xafiiso furan oo maxayda yani counseling oo dadka maxayda yani wax loogu sheegayo oo la talin oo maxayda dadka lagala talinayo lagula talinayo iyo dhaqaatiir maxayda qaabilsan maxayda yani maskaxdaas maxayda yani ku takhasusay bini aadanka maxayda yani inay maxayda la hadlaan oo kala hadlaan problemkooda waxaas maxayda yani dadka u tagila inta wal islama hayo maanta xaqiiqdii. Marka waxa waaye markaan ku leeyay marka 90% waxa waaye maxayda yani qaraxii hadda maxayda yani walaashay sheegto kale maxayda yani waxa waaye wuxuu sameeyey ku dhawaad milyan ruuxu sameeyey, qoysu sameeyey, oo daduu sameeyey. Marka maxayda yani wixii isdaba jooga marka waxa waaye marka maxayda yani anaga hal bisaa marka Ilaahay nagu badbaado oo intaan kusoo gaarnay 2-3 sano hadda aan maxayda yani oo dowladda leedahay xasay u dirtay ilaa hadda waxaa aaminsan la oo keliya yaqiinta Soomaalida waxay u badan waa yaqiinta, waa macnaha yani waxa waaye saacadeed ma dhaafay waa dhimanaya, qadarta alle waa ku qanacsanahay, waa mostly waxa maxayda yani Soomaalida isu sheegaan ay isu qanciyaan oo ay aaminsan yihiin ku socdaan waay.
لكن لكن مهم واي إن له له بحيث يعني لتلين بحيث يعني حفيسة قصية بحيث يعني الكنسلينج لهذا لو حال أمي سنة هذا غاض ما تدي عد فرت أي جرت أنا تسعيد عد وتكتين إلى الهيل هذا أنا أمي سنة وهذا كم برارك سنة قفك كم كريس مركب مسكحيا وأنا حلو صنته كم كريس قفك أنا أركب قفك إنه حلو سي قف هذا كسب بحيث يعني قعدت حكوها هاي هذه لا هذا الله شيء كذا ذات ذات بحيث يعني وأنا حلو صنته إنه كل درة وهي وعقبت جرت واي والله ما صنته وأدين كسر الله منا أستاذ عبدولي أستاذ dictorku wuxuu ka dhawaajiyay inay yiriihiin kanan isla wadaagi doona mikrofoonka in ay jiraan goobaha wacyigelinta ah ama psychological dadka lagu daaway waa yiriihiin jaamacada qaar ah hadda bilaabay isbitaalka qaar ah waxay u fureen xafiisi gaar ah laakiin dadka taga waa yiriihiin sida hadda dictorku sheegay xal ma u noqon doonta ama ma u noqon karta in ay yaraadaan dadka maskaxda ka xanuunsan in wacyigelin la siiyo goobaha xafiisyada ay tagaan si maskaxiyan إلا الدواء إلا إسكو ضيع. ألو من هذا ما سنت هاي وكذا كمان دي لسوي أشياء قيمة بدن. هدي أنا وجد قرا أرتا هي أدا عفمت كدون ك WHO وهاي شيء كتاي إنه ده ما هذا سوق كرايا. طبعا كي قف بس يدي قف مسكحين حوجا الكجرو. حنون لمركا وجرو ومشاس مركي برسنتيج كس لفيرشو وسجاشم بقول كي أقولك ما. sadii lugu dhahay ama 18 boqolkiiba 17 kii qofba laba 18 qof oo kamida yaa u xanuunsanaya si toos ah iyo si aan toos ahayn marka wadamada soo koraya oo dhibaatadaas marka ka soo kabanaya Soomaaliya dabcan kamida oo anaka saameynta aad noogu haysa waa kaminahay adduunkana waliba wadamada hadda soo koraya gaar ahaan Afrika ba anaa iyo geeska Afrika ba dadka dhaqaatiirta oo taqasus ku leh mental health iyo psychological support ka oo ku yiriya Soomaali gaar ahaan marka la fiirsho waxa laga yaabaa in magaalada Muqdisho laga arko saddex qofood afar qofood oo si sax ah u yaqaan cudurkan dhimirka daawadiisa iyo dadka si loola tacaamulo uu ka duwan yahay dadkan daawo caadi ah dhaqtar inta ku soo qoro aad isticmaalaysi waxa ka duwan daawadan dhimirka in qofka lala socdo la banbixiyo lala maskaxdiisa iyo waxyaalaha badan oo dadka qof oo tirika oo lagu maskaxdiisa lagu baaray iyo lagu ogaanayo oo baaritaanka caadi ah dhig la qaaday ka duwan aya jirta dadku ma yaqaaniin dhamaantood madana xafiisadan la furay ma xal ma u noqon karaan in ay yaraadaan horta waxa way wax walba isku day wuxuu ka fiican yahay isku day la'aanta waxaas leeyahay sanado hadii hadda sidaan ay u sii ballaartaan oo meelo badan laga furo oo dadkii waxay sameynayaan waa la qabsanayaan aadi u soo dabcayaan dadkii sida doktorka uu sheegayba dadka qofkii la dhaho ama doktorasada ay sheegtay qofkii la dhaho waa maskaxiyan xoogaa waxba kugu jira waa dagaalamaya hadii dhaawac caadi ah u jeedo waxaan hunsan yahayna oo aanuun caadi ah dhaawac u yaalo ku yaalo dhaqtar caadi la geeyaan waxba kama qabo kanaana ka saameyn badan ilaa qof lama wadaagayo wixiis waa qarsanaya qofku waxa laga yaabaa dad qaar oo isdaldileen oo qolkooda isku dileen aan laga arkay soo qofku isku buuqayay marka qaybtaas support waa seenaysan aaminsan xoogaa muddo wax qaadatay aad u maasantahay doktoreyso caafimaadkana muddo dheeraad ku dhex jirtaa waaqacan aad baad uga warhaysaa hal iyo laba dhacdooyin noocaas ah oo dad maskaxda ka xanuunsan colaadahan ay saameeyeen maxaadna la wadaagi kartaa ka baxsan qaraxii hadda aan la wadaagtay ee dayni la ka dhacay ama dhacda aad maqashay ama dhacda aad goob joog u ahayd ama qof aad la kulantay oo aad keer u sameysay aadi aad aad uma santahay dabcan dhacdooyinka marka magaalada aad joogno yani marba waxaan soo gaaro waxyaabo kala saameyn badan haa saameyntaasi mid colaad uu saameeyay ama mid kale ani maxaan arkay ama goob joog u ahay yani qof family ahaan yani wax ku dhacay ama xiligay hoobiyaha oo ku dhacay hoobiyaha guriga ilaa hoobiyaha markuu ku dhacay kadib dadna way ka badbaadeen dadna way ku dhinteen yani sida hadda colaadihii saameeyo kale waxaa laga dhaadhacsiin la'yahay inuu yani hoobiyaasi ku dhintay qof familygoodii ka mid ah erega mar walba maskaxdeeda ay soo celiso ilaa ay hadda way nooshahay maxamedaas ilaahay naxariistiisa ha siiyo ilaahay u gargaaro u duceynaynaa darisna waa nahay yacni xili aad u adag oo waxay aheeday aad la iskugu garaaci jir hoobiyaha la iskuguna soo jawaabi jiray
qofka dariska ka mid ah markuu ku dhintay hoobiyaha waxa iska dhaadhacsiin weysay sidee asiga u dhinta adu u dhiman weeyay waa isla joogteen yani maskaxiyan inay aad u noqoto ilaa ay hadda ay waceyso waxa leedahay uu nool yahay waa iga qarinaysaan ma waalidugu iyo uu dhintay waxa sheegaysiin maxaa waaye ani waalajo guriga hoobiyaha uu ku soo dhacay si anagu u dhiman lahay yani suu qofkaas u dhintay inay isweydiiso xanuun maskaxeed oo toos xanuunka maskaxiyan sida tooska ah dadka ugu dhaca mid kale maxay ahayday maxaa jirtay calaada aanan saameynin laakiin dadka qaar naftirkooda ayaka isku saameeya maskaxiyan inay dhibaato gaarto sida hadda maxaan aniga ka mid ahay cilmi baarista da'da yar haddana maxaan cilmi baaris ka sameeyay buug FGM ah waxaa ka dhex sameynayay IDBS-ka xarumaha barakacyaasha galab waxaa ku booqday maamo gabadheedii saakay guday galabtiina dhimatay halka eray afkeeda ay ku soo celcelinaysa ay taa inay gabadheeda dhimato anaa u sababaha weliba keyskaas baraha bulshada aad u qabsaday tabeelo uu ka dhacay ma gabadha colaad iyo rasaasa dishay mise waa xanuun ahaa si caadi ah iyadoo colaadii rasaasaysan ahayn haddana waxay u sameeyeen gudninka fircooniga qasab loogu guda gabadha markaa ku leeyahay qofka asiga ayaa marka qaar sababaya inuu qofka maskaxiyan u xanuunsado gabadhii markaa gudninka lagu sameeyey halkay ku dhiig baxday dad aan isbitaalka gaaraynin dad aanan dan yar ah oo tabeelaha IDB haddana ku nool oo aan ku sheegaa dareemi kartid wuxuu ilaahay qadaray galabtii 10 saac aniga u tagay inaa wax ka soo qorto cilmi baaris ka soo aruuriyo iyo xilli gabadhii dhimatay inaa ugu tagay hooyadu waxaa laga dhaadhacsiin waayey gabadhaada way dhimatay waxay ku soo celcelinaysaa yacni anaa sabab u ahaa inay dhimato aniga ayaa gabadheeda u guday iyadoo diideysaa u guday hadda maxaan dhihi karaa ma hadli karto cafis ma weydiisa kari yacni hooyadaas sidee kula taaxita haddii gabadhii la duugo inay ku noolaanayso maskaxiin iyada gacmaheeda ku sababato dareemi kartaa waa waa badan yihiin waa maasan tahay doctor kaliye dul mudane waxaa la isku waafaqay ama doodeena qaybta hore ku jirtay in dadka dhimirka ka xanuunsanaya miyiga iyo magaalada xalkooda inta badan la helo oo wacyigelintaba qayb ka mid a ay gaarto laakiin dadka miyiga ku nool oo colaadaha qabaa'ilka dadka isku dila ee sida xun isku dila dilalkooda xitaa loo adeegsado aaladahan waxaa xabadaha ka baxsan sida faasaska iyo maxaa la yidhahdaa baangadaha ma helaan wacyigelin rasmi ah sidoo kale ma gaaraan isbitaalada farakutiriska ee magaalooyinka soo gaara ma gaaraan dadkaas sidee loo wajahayaa aragtidaadu wallaahi waa laba nooc waaye maxay ahday waxaa weeye laba wasaaradaan iskale shaqadaas mid waa wasaaradda amniga gudaha oo in dadkii ka wacyigeliyaan maxay ahday colaadahaas oo u sameeyaan dib heshiisiin labadeen maxay ahday yacni si macnaha colaadahaas soola noqonaya meesha uga baxaan tan kale oo wasaaradda caafimaadka waaye iyadana in ay u sameeyaan community mobilization oo health maxay ahday yacni awareness oo dadkii markaa in dadkii neerfaha wax ka gaareen inay maxay ahday yacni u sameeyaan daaweyn oo wasaaradda ayada maxay ahday bixinayso qarashka adduunka waa laga sameeyaa maxay ahday yacni laakiin annaga ma sameyno shaqooyinkaas marka ma qabtaan wasaaradda annaga maxay ahday maxay ahday yacni dhakhaatiir wareegaa jira maxay ahday yacni adduunka oo meelaha maxay ahday yacni isbitaalada gaari karin inta u taga maxay ahday isbitaalada guurguura isbitaalada guurguura la tacaala mobile hospital macnaha marka dadkaas hadda marka maxay aada reemiyiga in markii la aado waa bahloweynaa la dhihi karaa tusaalaanta dhacdooyinka aad u dambeeya haddaan kaaga soo qabto oo gobolkan hadda maxay ahday galgaduud waxaa arkaysaa ilmo dugsi loo lalaay oo arday ah waxa loo dilaya waa aalo qabiil waa marka ninkan wax dilaya hadduu caafimaad qabo canug arday oo dugsi qur-aan dhiganaya ma dileen hadduu caafimaad qabo dadaa marka waxay u astaa qof ninkan inuu caafimaad qabo uu argoosi sameynaya marka qof caafimaad qabo marka ma ah waxaad arkaysaa maxay ahday yacni maamo maxay ahday yacni canug dhabta ku wadato gaari ee saarneed inta lagu xabadeeyey ayada dhimatay canugu nuugayna maxay ahday yacni maxay ahday dhabta saaran yihin ninka xabadeenaya ma caafimaad qabo hadduu caafimaad qabo maxay ahday yacni ma dileen maamadaas marka nin aan saaxiibo lahay ayaa hadda ka hor wuxuu tagay isbitaal yurubtaas uu tagay jeka buu sameeyey waxyaabaha ugu qosolka badneed ahayd ninka waxaa lagu yiri adi muddo 6 sanood waalanta muddo 6 sano maskaxiyan waa waalnaa marka wax daawo ma hesha
شلونك بعد الصومالي يسكت جوا بلح يحلون بوليجر بالدول برسمون وعنجر مو بيسكت عليه بلق وحطه وضع الهول مرة يقطعه مركب هذا يعني أسيء لبو عافمات كذا مسكين يسوي لا عدوك وحياة والله يأكل وموت أوكي سقوا عافمات قبل لجوه سقوا إسبتالك التجي وحلاه شيء جاي لحسن أبغى إن مسك هذا يسوي شكله مرة أي وعير نرفع اللي جاها يا بروح هذا يعني بلفين وقصر لحسن الدوار اللي بالير مكي مركب محيدة يعني وحول محيدة يعني على قول مركب مخصص صعود أسكنها هي حقيقة مركب لقاها because ما هي سنة دريال كاس وح مد التبر لوجيسي يمد محيدة يعني الله هذانا هيستوى هذا الآمن سنين إلى أبا هانت هيداوين مسكحية لا وياه وأتجلس أختارك وأذن بالمسكحين هلي يداوي تحصل ما آمن سنين بمحيدة مركب كوي محيدة هذانا أن تبرت اللي هنا هذانا محيدة يعني عدي حتى أنت سحلقان اللي هنا قاتل سحلقان تل هنا محيدة يعني آدي اللي هذا محيدة يعني لتعال لها يلا محيدة يعني أيان هذا لو بكرة هالمسكحين هل يدوي هذا وايه ما لا والله يكبل أول صباح وايه واد ما سنت هاي بروفيسور عبد القادر وحن ربا قبل دي واجوجا قف سؤال قبل أما كومنت دي بنا يهدو جرو تيم كأنا يرضى كسر قيب قشيان ربا إن ميكروفون كأنو عليو ضدنا وحكول قا وحن ربنا إنا وحكسر بحان أركتيو وح لسه يصير ده كمركة قصيص وجارته dadka la rabo inay aragtido dhibtaana waa ardada jaamacadaha wax ka barata iyo aqoonyahanada marka idin hor fadhiisa in ay is weydaarsadaan soo dhawaada hadii aad haysaan aragtiyo iyo su'aalo waxay umuuqanaysaa in dhinacan ay ka soo dhamaatay wali dooda shabeel ayaa daawanaysaan gabagabadi ayaan joognaa hal su'aal aan rabaa marka in tiimka panelka ino fadhiya dib aan ugu celiyo aan ka bilaabo madana abdi wali noor warsame مودنا حلقة محوك جرا هدي لي يري دولة دور كي هذا مقاضنين دتكي أقول يه ندأها يو بروفيسور دي وحبرتي يو أردي جامعة ذين الدور كي هذا مقاضنين دتكي ميج الجوج إسكدا دتكي مجال هذا الجوج يا وعيقلن تأوبهن حلقة محوك جرا سي حالدان وحكو أولا سي لو وجهه أين ويراتو تردن صوب بدن إيسا علاضها مسكحيا دتك مسكح ذو سامين كويا لنيس aad baad ma santay su'aal aad u qiimo badan hadii aan gudo galo aragtideeda halka meel badan ka fiirinaya mar ruux ka fiirinaya sida loo sameeyo wacyigelinta dadka xanu hadii xanuunad oo faafo kale sida cudurada faafo kale dadku wacyigelina la sameeyo wax barashada kale inay meel ka sigaarto wacyigelina la sameeyo dadkii waa loo tagaa sidaas oo kale waxa u baahan tahay dadkii in wacyi gelin laga sameeyo marka ugu horeysa wacyi gelintu marka waa inay gaarto miyiga magaalada intaba dawladda runtii waxa uu xil saaran sida doktorka uu sheegay laba qaybood qaybna waxa waye marka hore in dhiig joojin la sameeyo dadka horta dagaal dhacay aysan jirin mar dambo oo dagaal dambo oo qabiil oo la soo laaynaya in laga fogaado inay dhacdo toos looga fogaado taas waa xal koobaad kadibna loo soo jeesto dadkii dhimirka wax ka gaareen dadkii qaraabadoodii walaalahoodii ehladoodii la dilay aan qabiil loo dilay caruur yani inay soo iyo dad bilma geeda in la laayay dadkaas waxay u baahan yihiin inuu dadkii la wacyi gelsho oo dadka ay qusayso si toos ah loola xiriiro hay'adda caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka ay toos u gasho arintaas dad ay u xil saarto oo miyi magaalada intaba gaari karo aan magaalada bis lagu soo koobin waxa kale oo aan rabaa ardayda wax bartay gaar ahaan ardayda bartay social work adeega bulshada iyo sidoo kale caafimaadkaba inay arintaasi macnaha lagu dhiirigeliyo inay geyi karaan gobolada dhan ay la wadaagi karaan kana wacyi garaa saas aaminsan ma san tahay doktor faadima ku xigta wacyi gelinta iyo doorka bulshada iyo dawladda iyo hay'adaha majal walba in doorkooda ay qaataan halka muxuu ku jiraa aad ma san tahay guud ahaan inta aad sheegtay halka uu ku jiraa in qof walba kaalinkiisa uu qaato sida hadda aniga hay'adaha hadda ka shaqeeyo kama warbixin karo arrimaha dawladda inay yani sameeyso laakiin hay'ada aniga hadda ka shaqeeyo ama aan ku dhex jiray 4 sano u dambeysay way sameeyaan yani wax la yiraahdo social support and BSS wax la yiraahdo qof walba centerkaasi maada loo sameeyaa sida caadiga ah cilmi baaristana marka fiiriso WHO sidoo dhaqtarka sheegay waxa shanta qof saddex qof waalan laba nofyo
يعني طبعاً كقفن سديدة ولا نلوفيو يعني ما دريم كرتها إنه هاي لسية هاي إن فاتمة أهان وكرأي دوغن هاي داتك محايا لي مكاهد لي يودنك دولة دا وما ديه كروي سمين كران أما كان لين تودو يبوحين كران بكوز دولة دي نواب إسك مشغول شقوين كأيس إيوحي كون مقانتا هاي با الله هو أعلم لكن أنا هو كان دلان يرا أهان دلان يرا أهان exactly كاسر دولة دوي مشغول سنتا هاي محاك مهم سن قف عافمات كي سمسكات exactly. إلا سوع ليو هدي ألا يري طبان كي قف سيدين قف عافمات كودا وسن فلينين دولد دو دد عافمات قبتال ربا إنا يمامشو دورك يحوق يدقوين ميانا نحاين إنا إسكو جيسو دادك سيد عافمات إو إهل الهايين نويت هاي هساء هاتي هادنا مهلنو دريالك آينو كغبهن إنا دولد ديني سيدا هادا سيدا الصحة آه وزارد دينا عافماتك آنيو إنا مسكحيا إهو بيسو مع عافمات قبا بلشد ملادق مكرا واجب سارة أدوك إنا كهو بيسو مع عافمات قبا ملادق مكرا بلشد يعني قف حا أركي سامو في عمت هدا هديد دقالك أجلسو حيقو أو سيدا إيه ده ذي بكوية دينايو يعني إنا له بيو عافمات كين وواجب سارا لكن وحاكوين بافلا ياهو ولك لأي أيك هايان لكن وحاربا أنيقو دنك ألان يرادا دنك أرضي دوح برتاي أنا دنك هزدولي دكا سوويقان أيو وارجين دونا إني أيكنا إن فرصة سيان ألان يرادا إني بوليب فرصة سيان سي جانس كاين وغو بضنا أن وغو فائدين بلشدين لكن كان ألان يرا أهان أنيقو أيكان آت تارجت كوساري دونا نفسدي دانو كبلاوي نفسدينا إن وحاهد الصوب بضني أرضي كصوب بحيث سوشيال وقت social work jaamacad wa soo dhameysay guriga maxaa ka qabaneysa like maxaa haysa wadanki maxaa kaysa miyadna ahayn in dad teamka social work ay sameeyaan fikrado in yaani program ay sameeyaan in center ay furaan in consultant ay dadka siiyaan la taliyaan dhalinyarada exactly ay la taliyaan consultant consultant like waxa kala wada la talin aad iyo aad يعني قف إنا داوس يسيد وحكا وناكسن إنا قف قلت اللي يسيد قف إنا كسور فريستو قد ما أنت لهذا إيه شاكي إيه هذل والله يوحو كالهاد لهذا جانس كالسيسيد أبا كورسوني السيسيد وحياهو بضن إيسن داوين كرين لقاتير تينا يعني ما أنت أبودين وحيكو جرتا دلان يرضى أم أرضي دي كسوا بحدي جامع دها برتين السوشيال واك إني دل كدب وقصو لابتان دل كدب وحو قصة بيان كونسول نتقاس إسميان حفيسة دي أي فران أيك يعني قرب سكون غضان حتي حتى أي وديسان تاجر الدولة هذا إذن كسمي ويان أما عابين ويان حتى جاب هان مركز إذن كسكو سبورتي جريسان بري أيك أي إذن كوف عن دون الدولة لايك دولة وحي أبا هانتا دلن يرى السوسارتا منه أجادة دولة وشعب شعب كنوا أنكا لا يخفق دولة نو هاي وشعب شعب كنوا أنكا كان والبوم مقن أنا مساريو إيه أو مدا هايو ويكر جيفتا بسيشن كويك مقن تاعي لكن هولك كلا إيو ملك كلي كمش خلصين أنا كان أقول ربع دلين يرى أهان إن إسكح القانا أنسى منه أنا هدف فاتمة أهان صالحان مئه قف جامعة كقاتي سوشيال وك هذانا وحن إيميل أدر صدي هاي هذا هو وين عالم كسيدا هاي هذا WFB هي هذا UNFPA وقدم بينه حالي صار يفيرال قري هي هذا UNFPA يذا بحسه حتى ما أقولين ماشي الصحة ده أنا كهلي لها وح أباها النا مرك إيميل كدري ويا بين وحدين أنا كهوش اسمه قبنا WFPA وحكي شقيا سا World Food Program واستقدري أنا نأقولين لا يكون حارب إن وح كأوجا هذا أري ما جي بي في أري ما أنا هذا عن تاجنا هاي سكسول شيل سبورتيكا وح إي إنفايت جرين إن UNFPA أو دروا وح هلا يلح بلاد أو توبرة غير الله سيا أي كأسوسيين جامعة كمان أنا كسوق اللي جمنين إن عن وش قيو إن سوشيال واك أما إن وح لي رادو BSS سكسول شيل سبورتي UNFPA لحد بالإسيسي تاجر دهان أو سفرية وين قاتي بلشد درو أقصلا هذا الوين كشقيا وين أصدروا أركض هذا exactly هذا الوين كشقيا هذه أتفرصة سلي كرتان سمية ولا صوب بندقة رادية يعني سمية هذه أتجمع عندك قصوا بحذان جمع عنده حتى آدى ويراين سوشيال وقت كبرتا هل إله بسدحي هاي لكن سنة كان وحاب وقصي في عناتي مركا أقري جمع عنده والبفكرة سوحي يسيس مركا كو أركو سايكولوجي يعني ما كجرين تو كذي هري لكن سوشيال ورك هذا جامع دون ويقاتين كالين كاسا اينا قبنان اينا بوحينو أنا أهان ديار باو هاي هدي كونسلنت لسمينا يبرشد لسينا يو حتى أما دحديني أباهن أنا كنا كونسلنت سينو أنا لفري سنو فرصة دي إن الله سيا أباهن وارجين دونا إيش أنا فرصة دو ذه اللي دونا وما سنت هدي صرف هذا ما بروفيسور عبد القادر كلي دول مدن جب جب دي حل كم حيو كجرا هدي ليري لنا أول بجاب ساكجرا والدولة دي أقوية هندي دتك وحبرتي إذنكو أقوية هندي دلك دي بقول صلابتي هدي جاب سوجرو حل كم حيو كجرا وما سنت هاي حل كم حيو كجرا إن لهلا إسحلقان
يا مرك إسحل قاب مايا وح إسحل قاب مايا أقول يهنا ذا أقول تقوله برامج كان مينتال يعني بروبلم ك وحيد يعني يي كاشل عيال مرك وحي كاشل عيال كو أديك الصحافة ده تي في ده كلا دون إذا عضها لقيستو عادي قه وإف إم تقه أي كو كاشل عيال ما دام أتين أديك جدبيال بهيال بهيل إنسان جدبيل إنسان وركي تدويني مرك كي تي في هيشتري تي في وكلاص علايا كي محيط التي في هيشتري إذا عدني سنة إذا عدوا كلاص علايا إف إم وان وأديك تو محيط الدولة إن محيط يعني وزارة الفافنت أي سميسو هذا برنامج وعي جرينا محيط يلي وحارك سهلين ناكتي أصيغ قبي كأل ما للدلاية ما عارف ما توقف كاس ناقل من كده الشهر كسا ما عارف ما تغبت جوال اسمع عارف ما تغبت قفز دلاء كسا قف كاس ما عارف ما تغبت مركب وحاف مركب وحياه أدول يا بكمل تاني مركب دولة وعالم مركب أنت فوكس كسار له مركب إلا أنت قف كاس سوق وبت قصص تي محكمة ناس أسيو لبناها هو حلوسن و يا وحاط كده كلا كسباي كده عدا نين هو يدي دلاء بقى نين هو يدي دلاء يس الله ونحاس أسيو ولا دلاء ما كده سوء إلى هالدليل في الأركسة قف كان صح حنون صبا قف السجى حنون صن هذا يعني حنون للدليل هو يش لقف عف ما تقول هو يش مدلاه هو يش كله حتى قف عادي مدلاه قف عف ما غلا أخو أذكته قف عادي حتى إنه دلاه شكسته حلاقة إني هو مركو حواي ضل يضد بربريو بابا أيام هذا يعني إلهي لما كنيو لحجولا مركو حلو بهاي إسحل قام جود إن أقوني هذا إسحل قامان إن صحفد إسحل قامته إن دولة دور كده قاطه وحي مركز لك عشان كلام مركز أو هاي ده إنترناشونال كا هذا ولا شيء شيء جس دكتور هذا شيء جس فاطمة مركز إن وحي لك عشان كلام مركز إذا هاي ده إنترناشونال كا مركز لك عشان يا مركز عشان أو حك عشان أقول يعني إيش حلقة مي هوش ويستعجي صحفة تجرب كوسيسي أيوة تدولة دولة هذا بحيث ده ريكومنديشن يكب بحنس إن هاي ده عالمي غلطه مركز بحيث أيوة أنا بحيث يعني مركز إذا وحبي كديقة يعني ويلفوا ذا يعني مركو حفظا ليس برشاد إن الله هلا مركب برنامج مكلوق بيه على يوم مركه سو مالين مركان هاي وحالنا هاي أورال سوسايتي برشاد هذا شيء على برشوا خورت ملين على ما دام مركب برشاد هذا شيء عنا هاي شد هذا مارتي المهن على يرضى يوتيوبر اللي هو تحس وشركة كلا برنامج هذا مارت اللي هو تحية تيك توك هذا تيك توك إيه هبلاي إيه هبل إيه هبل إيه هبل لو تحية وبرنامج جري وحي أي سمايان أو كوميدي أو مجال جلد أي سمايان ما أدري وبرشة وقشة واللغة هان اللغة تلو أديك سدو والله هو هذا اللغة مدري كنت بيقول لهم هذا اللي تجي عمل أي مرك والقول يا برنامج كان هدي مرك الله بلاه دتك ويكون تحمايان ويكون تحمايان وحمرك هلو الجارة يا منك مركو بحيث يعني أنتم بحيث يعني كحل السناكتيس عمل مش كنت ضي إنه فلك كل دقائق إن ترى بحيث يعني تي في ما داور للمياه مركو حلو قلايا برنامج ما داور للمياه نختار كيف الأوتك نختار كيف الأوتك إن أيضا نختار كيف الأوتك أصير ولا نختار كيف الأوتك وهذا ما عارف ما تغبت ما فهمت أنا سالك وما عارف ما تغبت وعلى برنامج حلو قلايا برنامج جاتك الجلا قاتل هذي مركب بحيث يعني أي هلا وعي جلنتس مركب وع حالك كوجر وكلية وحوية هاي دتك بحيث يعني إن لازم يعني سيفي إديكيشن إن دتك وح لقبرة ميدي وح لقبرة وح برشة ميدي إلا سيا وتوسع وهالكاس كلاس عوالم بحيث يعني وعندنا كاس والله جهر تجا تصار بك على أنقاض وهيك أدي أدب أمها سيني هاي بروفيسور عبد القادر كلي جدول دكتور فاطمة إيود مدن عبد الولي النور والسمي وحنك الأمها دعلينا يا دوت قيبتي صهرنا لجوجي مع الإسماعيل يوم علي السلطان وعن أمهد علينا يا دلني رضان قيمها بدن جامعة هلال كسوعة ما أنت وقتك وذا ساعدة إيك بدن أنا لجوكتي دودان قيم كان مركات لقي سنيسي سيدوك الآن أمهد علي وكامير ما ندى وقتك فربضان كبحي برامش كان وقوه ريو عبد النجيب عبد الفتاح يسوع دال أحمد قد أنا علي عمر بانها إنتان كقاري دونو دود مدان لعينه نبطي ورسل